تعال نروح بقى دلوقتي للفقرة الجديدة بتاعتنا اللي بدأناها المرة اللي فاتت، وتعالوا يلا بينا نروح لشاشتنا عشان نبدأ مع بعض الفانتازي. فقرة الفانتازي الحقيقة لقيت رد فعل قوي جدا الأسبوع اللي فات، اشترك معانا عدد كبير جدا والدوري كان سخن جدا جدا جدا. الحقيقة ان انا يعني ما تخيلتش ان في ناس هتجمع نقط كتير كده، وما تخيلتش ان الدوري هيبقى سخن كده من اول اسبوع، لكن الاسبوع اللي فات اشترك معانا عدد كبير، فاز محمد حمدي، ومحمد جاب 117 نقطة في الجولة اللي فاتت دي، وده رقم مش قليل الحقيقة، يعني برافو عليك طبعا. وهنعرض لحضراتكم التشكيل بتاعه اللي جمع من خلاله 117. ده طبعا الجدول اللي معانا ده جدول ترتيب 7 داي سبورت دلوقتي يعني، ومحمد حمدي هو الاول زي ما حضراتكم شايفين اهو، ومجموع هو الاول في ال 117 نقطه المجموع بتاع الاسبوع ده، وفي مجموع النقاط التراكمي ايضا هو الاول زي ما حضراتكم شايفين معانا اهو. واضح ان هو بيلعب من بدري قوي يعني، وواضح ان هو حريف كمان يعني، باين جدا من السكور بتاعه ان هو حريف من اول ما بدا الفانتازي. انا التشكيل بتاعي جاب 88 نقطه بس، والمفروض ان انا اغير طبعا. 88 نقطه ده مش قليل، بس بالنسبه لمحمد حمدي ده تشكيل محمد حمدي اهو معانا زي ما حضراتكم شايفين 117 نقطه. هو عامل كمان البنش بوتس ده اللي هو بيتحسب له اللعيبه الاحتياطي، اللي هو الاربع لعيبه الاحتياطي. هو ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين اللاعب الجون بتاعه سانشيز جايب نقط اكتر من اللي هو الجون اللي حاطه اساسي، وعنده اللعيبه اللي بره جايبين نقط كتير يعني، فاهم؟ هو ما شاء الله واضح ان هو حريف جدا، تشكيل قوي جدا منه الحقيقه. هو جازف ولعب جيمس وهو مصاب، لكنه لاعب مانشستر، لاعب تشيلسي اسف. زي ما حضراتكم شايفين تشكيل قوي الحقيقه يعني، راشفورد جايب له سكور عالي، هو كان كابتن هالاند جاب 26 نقطه، حاطط كين برده جايب 7 نقط، عامل تشكيل الميرينو مثلا من نيوكاسل جايب له 8 نقط. تعالوا نشوف كمان التشكيل بتاعي اللي احنا المفروض نغير فيه واحد بس، ده التشكيل بتاعي اهو. انا مش عارف لسه هغير مين، لكن غالبا هحط راشفورد لان هو جايب سكور كويس، او ممكن احط برده حد من مانشستر سيتي، بس جريليش جاب لي سكور حلو والله، جايب 9 نقط اهو. هالاند انا مكابتنه جايب 26 نقطه، صلاح ما خذلنيش جايب 12 نقطه، احرز هدف وصنع. التشكيل حلو بصراحه برده، مش عارف اغير مين، بس يعني الاسبوع اللي جاي بقى هنشوف مع بعض قبل ما نبدا انا غيرت مين يعني. يعني انا استمتعت معاكم بلعبه الفانتزي الحقيقه، وما كنتش متخيل ان العدد ده هيجي بالشكل الكبير دوت من اول مره نعمل فيها الفانتزي يعني. بس احنا مكملين زي ما اتفقت مع حضراتكم من الحلقه اللي فاتت ان الفانتازي هتبقى معانا في كل حلقه من حلقات 7 داي سبورت.